ناصر الدمرجي، إنسان اللي تخلت ذاكرة تونسية من أسوأ أبوابها. الشخص هذا من أخطر وأشهر المجرمين اللي عرفته تونس في تاريخها، المجرم اللي كان يختار ضحاياه من الأطفال اللي أعمارهم من 4 سنين و 18 سنة. تقريبا وصل عدد الإجمالي للضحاياه 13 وإلى 14 طفل في عامين كهو. فشكون هو ناصر الدمرجي وإلا سفاح نابل كما سماه الإعلام التونسي من بعد؟ تسمى سفاح نابل خاطر الجرائم بتاعه الكل تركزت في ولاية نابل. اليوم باش نعرف قصة حياته كاملة من اللي تولد للي مات، كيفاش تحول الوحش قلبه ميت يقتل الأطفال.